لو سمحت تحت امرك. ما شفتش حمزه اللي هو عريس امبارح؟ استاذ حمزه هو تقريبا في الاوضه اللي هناك دي 1015. الاوضه دي؟ اه. يا نهار اسود. انت بتخوني؟ مش قلت لك قبل كده انا بشربه مظبوط؟ دهب ايه؟ ما تفهميناش غلط، ده حمزه وبيعمل لي الكمادات وبعدين خال وابن اخته. ما رضيتش ابوظ عليكي فرحتك وخبيت عليك ان خالي تعبان وجبت هنا الاوضه عشان اعالجه وابقى جنبك. انا اسفه يا حمزه. اخر حاجه كنت اتوقعها انك تشك فيا ده. معلش يا ابني، سامحها سامحها يا حمزه، انا السبب. حلقات جديده يوميا على فيو بتوقيتك.